اللهم بسم المسنا الله وكفى وسلام واسمنا على العباد الذين اصطفى. واسمر علينا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأقدر سبحانه وتعالى. الآن بحول الله تعالى سنحاول مقاربة مباركة من بعض آيات من آخر سورة هود عليه السلام. نبدأ بآية 110، قل رب ولقد آتينا، يعني انتهى الأمر بتنزيل التوراة على سيدنا موسى عليه السلام. ولقد آتينا موسى الكتاب لذكر جو، هذه الكتاب هذا شوية من طرف من؟ من طرف بني إسرائيل، وهم عبر التاريخ منذ ظهورهم من أهل تشويه لكل مقدس، يلي دنسوا المقدس القدس المدنس. شوف بنو صهيون اللي تبعوا فيهم يكرب، شوف من هم، علاش لحد الآن عميان، علاش لحد الآن ربي سقطكم سلم منكم كل شيء في علو مهمة وصابكم بدنو الهمة اللي ما تحياوش ما عندكم حتى ذوق هكا يذكر. نعود إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز.